بمعناه، هو في الحقيقة بيؤدي إلى معنى. يعني يمكن طبعا معروف أن قبل اكتشاف علم تراكيب الكلمة واللغة، أن الإنسان البدائي كان بيتكلم بالحرف، والحرف في حد ذاته هو لغة وأداة معبرة وبتوصل معنى وبتوصل مضمون. ويمكن احنا شفنا من خلال العمل قد ايه من خلال الحرف والحرف فقط ممكن ان احنا نوصل معنى درامي كبير جدا، يمكن احيانا يكون اقوى دراميا من الكلمه. فالحرف ده هو اصل الكلمه واصل اللغه. ويعني انا ابتديت الحن الحرف واتعامل مع الحرف في اخراج معاني دراميه يمكن تعجز عنها الكلمه نفسها. بعد كده عملت غزل البنات، وغزل البنات بتدل على ان انا بهتم جدا بالبيئه الشعبيه، البيئه الشعبيه كما هي دون محاوله تجميلها، لان انا شايف ان البيئه الشعبيه الانسان البسيط سواء كان بائع متجول قد ايه في قيمه جماليه جميله جدا. يعني كون ان هو بيكافح من اجل لقمه عيشه دي شيء جميل انا بشوفه. وكان احيانا الناس البايعين دول المتجولين يقول لك طب استنى لما اغير، انا مش عاوز كده، انا عاوز الحاله اللي هو فيها ده في حد ذاته جميل دون ان اتدخل واجمله، لان هو جميل انسان بيشتغل وبيكافح. فانا عملت المزيكا اولا وبعد كده افلمت الصوره الثابته. هنتكلم دلوقتي عن الخياط. هو الاسم اتغير الى الماكينه والاوتار، انا بفضل الماكينه والاوتار او المكنه والاوتار باللغه الدارجه. بدعي ان انا اول مؤلف في تاريخ الموسيقى اولا يستخدم عازفين على اله واحده، يعني دي ما حصلتش، ويعني انا واثق من ده
نمرة اتنين استخدام مكنة الخياطة على انها آلة موسيقية ايقاعية بتصدر مؤثرات او ضجيج، وهذا الضجيج او المؤثرات ممكن ان احنا نشوفه بمنظور اخر جميل، يعني الجمال في الانسان، يعني حتى الضجيج ممكن ان انا اجد فيه جمال. وبعدين في هنا علاقة ما بين الضجيج واللحن، وقد ايه انا بتلاعب او بتناغم ما بين العنصرين دول في عمل فني جديد. بما استخدمته تكنيكيا في فيلم قصر الشوق، ولكن المرة دي أنا بعمل تنويع، وتنويع جديد على فيلم طبعا دعاء كروان الشهير إخراج بركات. انا بدعي ان انا محظوظ جدا ابداعيا او فنيا، كتير جدا بتجيلي صدفه، الصدفه في الابداع، يعني تجيلي الفكره مره واحده وانفذها. وكتير قوي من الناس حتى زمايلي يفتكروا ان انا بخطط لها من زمان وثلاث سنين، فانا محظوظ جدا ابداعيا. ما اقدرش اتكلم عن المستقبل، لكن طبعا اتمنى ان الناس حتى على مستوى ان الناس العاديين يفهموا فني، مش الناس المثقفين، يعني انا طبعا دول يهمني جدا، لكن انا نفسي ان اوصل للناس البسطاء. الأغاني، ولكن التأليف الموسيقي له واقع وله